وصلنا لفقرتنا الرياضية. خلاص بكرة إن شاء الله هيبدأ تجمع وطني للمنتخب الأول لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وطبعا لسه اللاعبين اللي هيبدأ بيهم كابتن حسام عددهم محدود. كمان النهاردة عندنا مباريات مهمة في بطولة كأس مصر، ده غير استمرار شوء الانتقالات ومشاكل القيد في الزمالك ووصول أبطالنا البارالمبيين لباريس. هنتكلم في كل التفاصيل دي وأكتر مع محمود الشيخ الناقد الرياضي في جريدة الفجر اللي نورنا في صباح البلد. صباح الفل. صباح الفل، اخبارك ايه؟ شايف ازاي المعسكر اللي ناقص منه حوالي 9 لعيبه تقريبا، لعيبه الاهلي ولعيبه وسبعه من واللعيبه المحترفين وده كان معلن عنه في وقت سابق. يعني النادي الاهلي تلاحم مواسم قوي جدا، لعيبته من المنتخب الوطني للبطولة الدوري للبطولات المحلية لكأس العالم للأندية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسوبر ليج الأفريقي، فكان ضروري جدا إن النادي الأهلي يمنح اللعيبة بتاعته فترة أجازة. كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي صمم إن اللعيبة بتاعته تاخد فترة راحة طويلة علشان اللعيبة يحصل لها حالة استشفاء، وده كان يعني كان من ضمن الأسباب القوية اللي خلت مجلس إدارة النادي الأهلي ياخد قرار بالاعتذار عن استكمال بطولة كأس مصر. ان مجلس إدارة النادي الأهلي شاف ان من مصلحة اللعيبة ومن مصلحة الفرقة ومن مصلحة النادي ان اللعيبة دي لازم تريح، ما ينفعش يحصل تلاحم ما بين المواسم. فالأهلي أعلن من فترة طويلة جدا ان لعيبتي في حالة مظبوط. طيب ومصلحة المنتخب ده الأهلي أعلن من فترة ان لعيبته في أجازة مش ترجع غير في 1 سبتمبر. ده مش أول مرة تحصل مع المنتخب، ده في غياب تنسيق. يعني مصلحة المنتخب مهمة، وطبعا كل الأندية المفروض بتخدم على منتخب مصر، أهلي زمالك كل الأندية، والدوري كله بيتلعب علشان المنتخب. شفنا غياب تنسيق وشفنا لخبطة في الجداول وشفنا يعني اللخبطة في الجداول دي حاجة تانية، قصة يعني تانية والتلاحم المواسم ودي ده موضوع تاني. لكن مش أول مرة تحصل مع المنتخب الوطني، مش أول مرة تحصل إن المنتخب الوطني يبقى عنده ماتش والأندية ترفض إن اللعيبة بتاعتها تروح المنتخب في التوقيتات المعينه. ولكن انا شايف برضو من وجهه نظري الشخصيه ان الموضوع مش هياثر كتير على على المنتخب الوطني طبعا، لان هو المنتخب قبل كده كتير جدا، مش اول مره زي ما قلت لحضرتك ان المنتخب يبدا معسكر وبعد كده تنضم ليه لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك او لعيبه بيراميدز حسب بعد كده طبعا. اوقات كتير جدا ان النادي الاهلي بيبقى عنده ارتباطات افريقيه، ماتشات افريقيه، والمنتخب بيبدا المعسكر بتاعه وبعد ما الاهلي بيخلص الماتش بينضم بطوله افريقيا بتنضم. فدي حصلت في فترات كتيره، يعني مش اول مره تحصل، مش ازمه يعني في او الاهلي مش متعنت مع المنتخب ان هو لا خالص طبعا مفهوم. لكن الاهلي برضو بيبص لمصلحه لعيبته اللي هي في الاول وفي الاخر لعيبه المنتخب الوطني راس مال ولعيبه المنتخب الوطني كمان. اللعيبه دي لازم تاخد فتره راحه كافيه علشان تبدا تلعب تاني وتنتج تاني وما يحصلهاش اصابات وما يحصلهاش ارهاق. فالمنتخب يبدا 28 المعسكر بتاعه، وبعد كده هتنضم لعيبه الانديه اللي احنا قلنا عليها. المنتخب الاولمبي نفس الكلام، في الاولمبيات لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز بعد ما خلصت الماتشات بتاعتها انضموا بعد كده الاولمبي. فده طبيعي، حتى المحترفين في اجنده دوليه المنتخبات كلها بتلتزم بيها، المحترفين مش هتنضم غير ابتداء من 1 سبتمبر بعد ما يشوفوا ارتباطاتهم بالنوادي اللي هم اللي هو الاجنده الدوليه اللي المسابقات بتتوقف فيها على مستوى العالم، او المنتخبات ليها حقها ان هي تستعين اللعيبه في الفتره الزمنيه دي. فابتداء من 1 و2 سبتمبر هتنضم لعيبه المنتخب المصري من المحترفين، هيبداوا ينضموا مع لعيبه الاهلي. واعتقد ان الامور يعني ما فيش فيها اي ازمه خالص، والجهاز الفني بقياده حسام حسن مرتب امور على كده باذن الله. طيب لو رحنا لبطوله الانتركونتيننتال وكاس العالم للانديه، توقعاتك ايه بالنسبه للاهلي؟ لا يعني لسه الاهلي بدا يبص ابعد شويه في كاس العالم للانديه. الاهلي مشاركاته قبل كده دايما يعني ما تخطاش المركز الثالث، كان بيعمل ماتشات كبيره جدا في قبل النهائي، ولكن دايما كان بيوصل للنصف النهائي وبعدين بيلعب على الثالث والرابع. سياسه النادي الاهلي في الفتره الاخيره اتغيرت، النادي الاهلي دلوقتي بقى مسيطر على بطوله الدوري المصري، البطوله مزبوط. المحليه سيطره كامله. بطوله افريقيا الاهلي برضو اخر 5 6 سنين، انا اهلاويه فتحسني مبسوطه وانت بتقول كده عندي فخر. فاخر 5 6 سنين الاهلي مسيطر على افريقيا ما شاء الله. سيطره كامله، 4 بطولات 2 نهائي. ف
فخلاص بقى الطموح بتاع النادي الاهلي ان هو ازاي يوصل في كاس العالم للانديه لمرحله ابعد من المركز الثالث اللي هو وصل له قبل كده ثلاث اربع مرات. فبقى طموح النادي الاهلي ازاي يوصل لابعد من كده. ده نتج عنه ان الاهلي بقى يبص في صفقات في الفتره الاخيره، صفقات الى حد ما عالميه، يعني بقى يبص ان هو ازاي يجيب لعيبه على المستوى العالمي، لعيبه دوليه. متهيألي ده وقتها مش كده؟ طبعا يعني طبعا ده وقتها ان هي تحصل يعني. طبعا وهو الاهلي عمل يعني اكتر من صفقه قويه في فتره الانتقالات الصيفيه. اشرف داري ده لعيب مدافع منتخب المغرب من اللعيبه المهمه جدا. بن عطيه لعيب برضه منتخب المغرب كان محترف بره فبرضه من اللعيبه المهمه جدا. يوسف ايمن لعيب مصري بيلعب في قطر. فالاهلي بدا يدعم المراكز اللي محتاجها بكواليتي اقوى، ناقص له بس بعض الاماكن اللي محتاجه يكون فيها نظره مختلفه. يعني جاب وسام ابو علي في مركز المهاجم برضو من اللعيبه اللي ثبتت نفسها بشكل كويس جدا وبشكل مرضي جدا لجماهير النادي الاهلي. صحيح. الفتره اللي فاتت كولر ليه بعض الطلبات وبعض المراكز.